بالعكس انا كنت مبسوطه قوي انك معانا. سلمى هكلمك تاني. انت بتكلمي كريم؟ اه بس ده حد غريب عننا، احنا ما نعرفش عنه حاجه، ده انسان غريب عننا. لكن كويس، ولولا كان ممكن موتي. عارفاها وحافظاها يا حبيبتي. انا مش بقولك ما تكلميهوش، انا بقولك خلي بالك. اوكي لكن هو حد كويس. يعني ايه حد كويس؟ يعني يعني عايزه تقوليلي ان اي حد عمل معانا موقف شح اتعلق بيه، ولا اي حد عمل لنا حاجه كويسه في حياتنا نحبه؟ انا ما اقصدش كده، لكن هو حد كويس وانا مبسوطه بجد اني اتعرفت عليه. انا بقول لك بس خلي بالك مش هتخسري حاجه. حاضر عن إذن. هاي انت فين؟ لا روحي. ايوه هخرج. لا هروح ازوره، عايزه اشكره. اوعي طبعا. اه غلط، قاعد لوحده مش قاعد لوحده، احنا مالنا؟ حد عمل حاجه كويسه واحنا شكرناه عليها، خلاص بقى. سلمى انت بتأفوري على فكره. غلط. اقول لك حاجه، انت حره. كل اللي بتعمليه ده غلط وانا مش موافقه عليه. سلمى انت حرة، اعملي اللي انت عايزاه، اصل انت دماغك ناشفة وما بتسمعيش كلامي، وخايفة اقول لك اني انا هقول لمامتك تقولي اني انا غيرانة منك. انت يا بنتي عبيطة، ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ شكلك كده غيرانة، كنت عايزة تروحي معايا العزومة دي. لا خلاص هكلمك. باي باي يا غلسة. تكون البنت دي عينها منه بصحيح. ايه يا عم نادر؟ ما بتردش عليا ليه؟ معلش قرفان شوية. ايه يا عم نادر؟ هو أنت أول واحد ولا آخر واحد يحب؟ أنت محسسني إن خلاص مفيش بنات تانية غيرها. ايه يا عم؟ البنات على قفا من يشيل. أصلك حمار مش فاهم حاجة. أنا حمار؟ ماشي يا عم فهمني. فاهمك إيه؟ هو الحب والمشاعر ده محتاج توضيح. أنت عايز تقول لي خلاص إنك مش قادر على بعدها؟ إنك هتموت لو ما رجعتلكش تاني؟ آه إيه يا عم نادر؟ بقول لك إيه؟ أنت زعلان عشان هي اللي سابتك. أيوه هي دي الحقيقة، أنت زعلان عشان هي اللي قالت لك لأ. أنت كنت عايز ترجع وتقول لك أنا آسفة يا نادر يا حبيبي، سامحني، سامحني أنا اللي غلطانة. أنا اللي غلطانة عشان ظبطتك مع واحدة صاحبتي، عشان سبتك تلعب بديلك، مش كده؟ لا مش كده. أمال إيه؟ اللي حصل ده خلاني أحس إن أنا بحب سلمى أوي. صحيح أنا كنت بحبها عشان جميلة بتضحك وبتهزر، أو يمكن عشان مستواها الاجتماعي كان مناسب ليا. شفت بقى؟ مش هكدب عليك واقول لك اني كنت حاسس بيها قوي. يمكن عشان كانت معايا طول الوقت. انا كنت امان. بس انا دلوقتي حاسس اني محتاج لها قوي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان كل حاجه كنت بعملها معاها وحشتني. وحشني كلامها معايا. وحشني ضحكها وهزارها، حتى خناقاتها معايا وحشتني. وحشني لما تتخانق معايا عشان ببص لدي او اكلم دي. كل حاجه. طب تعرف ايه كمان؟ انا في حاجات كتير في نفسي ما عرفتهاش غير معاها. انا كنت ما باخدش بالي
من إني ما بهتمش بمظهري في الشغل، ما باخدش بالي من طريقتي في الكلام مع العملاء. كنت أسأل نفسي دايماً أنا ليه ما بترقاش؟ ليه ما بتقدمش خطوة قدام رغم كل المجهود اللي بعمله؟ تعرف كانت دايماً تتصل بيا عشان تفكرني بالجرافات لازم يكون مناسب على البدلة اللي انت لابسها. تقولي الناس يهمها اللي بره مش اللي جوه، الناس يهمها المظاهر، مديرك والزملاء والعملاء يهمهم الشكل، لازم تبهرهم. وكان فعلا بيجيب نتيجة. الحب عرفته لما سابتني، لما بعدت عني، لما بصيت حواليا ما لقيتهاش. أنا كنت أناني، قد إيه الواحد بيضيع حاجات حلوة كتير من إيده عشان أنانية وفكر مريض. بس أنا مش هسيبها ومستحيل حد ياخدها مني. الرواية حلوة وواضح قوي إن دي أول تجاربك في الكتابة. بصراحة ما هو واضح قدامي أهو. إيه؟ شكلها كده ما عجبكش؟ لا أبدا، أنا سبق وقلت لك إن الرواية حلوة، بس هي محتاجة شوية رطوش وإن شاء الله يبقى سوقها كويس. وعلى فكرة القصص البوليسية الموجودة في السوق محققة نجاح حلو قوي قوي قوي. يعني أكمل ولا خليني في الصحافة أحسن؟ لا طبعا تكملي، أنا بعد ما قريت الرواية وعجبتني جيت لك لغاية هنا مخصوص. مساء الخير. أهلا وسهلا. أنا خارجة على إذن حضرتك. اتفضلي. أنتِ خارجة؟ أيوه. ما قلتليش ليه؟ طب أنا دخلت وقلتلك. اطلعي فوق مفيش خروج. لا عشان خاطري لازم أخرج. أنا ما بقتش مطمنة المكان ده خالص، خروج بالليل لا. حرام عليكي عشان خاطر حادثة حصلت وعدت عايزة تحبسيني. حبيبتي عشان خاطري، عشان خاطري لو سمحتي بلاش، والنبي اسمعي كلامي مرة واحدة. عشان خاطري أنا اللي لازم أخرج، مش هقدر أعتذر، مش هتأخر. I love you.